السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم بإذن الله في شرح كويز من كويزات مادة التي 215 البارت الأول. طبعا الكويز عبارة عن 3 أجزاء، مجموعة من الأسئلة الاختيارية الـ MCQ عددها 10، مجموعة من الأسئلة المقالية اللي هي في البارت الثاني، بالإضافة لمجموعة من التمارين الحسابية. أول حاجة هنبدأ بيها مجموعة الأسئلة الحسابية، أو آسف الـ MCQ اللي هي الـ Multiple Choices. سؤالنا الأول بيقول لي يا ترى عدد الكود وورد اللي هيكون موجود عندي كام لو كنا بنستخدم 4 بت؟ طبعا ده سؤال سهل جدا، حضرتك لازم تكون عارف انه عدد الكود وورد بيساوي ايه؟ 2 أس n، بحيث ان الـ n هي عدد البت. فلو انا عندي 4 بت، يبقى المفروض انه عدد الكود وورد اللي هتطلع يكون 2 أس 4، يعني هيكون 16 كود وورد. يبقى اذا الحل الصحيح هو 16. الفقرة اللي بعدها بيقول لي the binary number، مديني رقم باينري والمفروض انه عايز يحوله لديناري. حضراتكم عارفين ان الديناري او الديسيمال هي الاعداد العشرية. علشان نحول من باينري لديسيمال هنعمل جدول كده ونكتب فيه 1 2 4 وبعدين 8 وبعدين 16 32 64 128. طبعا المفروض حضراتكم ملاحظين ان انا بضاعف، يعني انا بديت بالواحد لان هو يعادل 2 أس 0، وبعدين الاتنين اللي هي 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3، 2 أس 4، 5 6، وهكذا. طبعا هنا 64، بعدها 128، وبعدين بعدها 256. احنا بنكتب ارقام لغاية اما تخلص عدد البتات اللي موجودة عندي. فالرقم اللي موجود عندي هو مديهوني 0 و1، يبقى هنا 0 وبعدين 1 1، وبعدين 0، ادي 0 0، وبعدين 1 1. يعني احنا مش محتاجين الجزئية بتاعت 128 و256. هنعمل ايه؟ هنجمع الحاجات اللي قدامها 1، يعني نجمع 2 زائد 4 زائد 32 زائد 64، هنلاقي ان الناتج يطلع لي 102 مباشرة. الفقرة رقم 3 بيطلب مني السؤال العكسي، فهو بيطلب هنا ان احنا نحول رقم 214 من الديناري او الديسيمال سيستم الى الباينري سيستم. علشان نحل الجزئية دي فالمفروض ان احنا نروح نعمل جدول بنفس الشكل السابق. يبقى هنعمل جدول ونكتب فيه 1 2 4 8 16 32 64 128 256، ونلاحظ ان كل رقم مضاعف لما قبله. يبقى الاربعة كان قبلها 2، الاربعة 8 16 32 64 128 256. وبعدين نيجي نشوف 214، هي محصورة ما بين 256 128. المفروض ان احنا بناخد الاقل، يعني هنبدأ من الخانة اللي هي 128. او ممكن نعمل ازاي؟ نيجي نقول 214 هنطرحها من 256. اذا كان الناتج موجب يبقى المفروض انه يعادل 1، اذا كان الناتج سالب يبقى المفروض انه يعادل 0. فما نطرح ال 214 ناقص ال 256 الناتج هيكون سالب، يبقى المفروض نضع هنا 0. اللي بعدها نقول ال 214 ونطرح منها 128 هيديني 86. ال 86 عدد موجب، يبقى نحط مكان ال 128 1. نيجي بعد كده ناخد ال 86 ونطرحها من ال 64، 86 ناقص ال 64 هتديني 22 موجب، يبقى نحط مكان ال 64 1. نيجي بعد كده 22 ناقص 32 هتديني عدد سالب، يبقى المفروض ان احنا بنضع هنا 0. اللي بعدها ناخد ال 22 ناقص 16
هتديني 6 عدد موجب، يبقى المفروض هنضع قدام 16 واحد. نيجي بعد كده 6 ناقص 8 هتديني سالب، يعني المفروض نحط قدام 8 0. وبعدين 6 ناقص 4 هتديني 2 عدد موجب، يبقى نحط هنا 1. آخر حاجة هناخد الاتنين اللي هي كانت متبقية في العملية السابقة، هنقول 2 ناقص 2 تديني 0، يعني معنى كده هنضع قدام الاتنين 1 لأن الصفر عدد موجب، وطبعا هنا ما بيبقاش حاجة. يبقى إذا العدد أو الباينري نمبر المناظر لل 214 يفترض إنه هيكون 0 واحدين 0 1 0 واحدين وبعدين 0 1 وبعدين هنا 0 وبعدين 1 كمان وفي النهاية 0. طبعا هو من المفضل في معظم الشغل بتاعك إن أنت يكون التحويل على شكل 8 بت على شكل بايت، فهو هنا لغى الصفر اللي على اليسار فمفيش أي مشكلة. يبقى إذن علشان نحول من باينري لديسيمال هنعمل الجدول ده، وبعدين بنجمع الحاجات اللي قدامها 1. علشان نحول من الدينري للباينري بنعمل جدول وبعدين نطرح، إذا كان ناتج الطرح موجب يبقى المفروض إنه العدد ده بينظر 1، لو كان سالب يعني معنى كده إنه صفر. الجزئية اللي بعد كده بيقول لي أنا عندي ديجيتال كاميرا وبنستخدمها في ضغط صور من نوع JPG، المفروض إنه عندي 15 ميجا بايت رو إيمج، حجمها بقى كام؟ 3 ميجا بايت، ده بعد الضغط. يا ترى نسبة الضغط أو الكمبريشن ريشيو دي بتساوي كام؟ حضراتكم لازم تكونوا عارفين إن القانون بيقول إن الكمبريشن ريشيو اللي هي نسبة الضغط بتساوي الأنكمبريزد فايل أو النسخة الأصلية أو الملف الأصلي على الملف المضغوط. الملف الأصلي اللي هو الرو فايل أو الأنكمبريزد، كلمة رو من الكلمات الدليلية اللي بتحدد لي إن الحاجة دي أنكمبريزد، رو يعني خام، فالمفروض إن هنا هيكون 15 ميجا بايت. وبعدين الملف بعد الضغط بقى كام؟ 3 ميجا بايت، يبقى دوت اللي هو الكمبريزد فايل. علشان نيجي بالنسبة هنقسم ال 15 ميجا بايت على ال 3 ميجا بايت، ميجا بايت من هنا هتطير مع الميجا بايت من هنا، 15 على 3 هتديني 5، يبقى الكمبريشن ريشيو تعادل 5. رقم 5 بيقول لي أنا عندي كاميرا وبرضه بنستخدمها في ضغط الصور، المفروض إنه نسبة الضغط هنا كانت كام؟ كانت 6، يبقى المفروض إنه مديني هنا إن الكمبريشن ريشيو بتساوي 6. وبعدين بيقول لي لو الكمبريست فايل سايز، الكمبريست فايل سايز اللي هو الملف بعد الضغط، هنا كمبريست فايل سايز مثلا كان كام؟ كان 2. يا ترى الرو ايمج او النسخه الاصليه كانت كام؟ هنكتب القانون نقول ان الكمبريشن ريشيو بتساوي النسخه الاصليه اللي هي الرو على الملف المضغوط او اللي هو الكمبريست فايل سايز. طيب الكمبريشن ريشيو كانت كام؟ كانت 6، النسخه الاصليه بندور عليها، انما الملف المضغوط كان كام؟ كان 2. يبقى اذا هيكون عندي هنا 6 بتساوي الرو اللي ما احناش عارفينه على 2، نضرب الطرفين في وسطين هيطلع لي ان الكمبريست او ان هو الرو فايل سايز هيكون 2 ضرب 6 يعني يديني 12 ميجا بايت. رقم 6 بيقول لي واحد من الفولوينج از نوت ان نيسيسري سيكندري ميموري. طبعا احنا عندنا نوعين من الميموري، يا اما برايمري اللي هي الرام او الروم، او السكندري اللي هي السي دي روم والدي في دي والهارد ديسك والاكسترنال هارد ديسك بالاضافه للفلاش ميموري. فهو بيقول لي واحد من دول ما هو السكندري ميموري، لا ده هم كلهم سكندري ميموري، فالاجابه بتاعتي تكون نون اوف ذا اباف. رقم 7 بيقول لي وان اوف ذا فولوينج از نوت ترو ريجاردينج ذا ستورج ديفايسز، واحدة مما يلي ليست صحيحة فيما يخص وحدات التخزين. طبعا الإجابة هي في حالة الفلاش ميموري عملية الرايتنج أوبريشن
بتغير الوحايد لصفار والصفار لوحايد. علشان نختار النقطة هنا السليمة هنا، نفتكر بس انه في حالة الفلاش ميموري كان الديفولت بتاعي هو وحايد، واما نيجي نكتب كنا بنحول بعض الوحايد الى اصفار وفقط. يعني لو هو شال الجملة دي كده يبقى المفروض ان دي يكون ترو، لكن هو ضفه، يعني معنى كده ان الجملة دي كده ليست صحيحة في حالة الفلاش ميموري. تاني، الوضع الافتراضي للداتا في حالة الفلاش ميموري انه بيكون الاصل بتاعه وحايد، فما نيجي نكتب عليه بنحول بعض الوحايد الى اصفار. ده الكلام الصح. هو هنا بيقول لي لا، ده في الفلاش ميموري عملية الكتابة بتحول الوحايد لاصفار والاصفار لوحايد. طبعا ده كلام غلط. في حالة الرام تفقد محتوياتها لما بينقطع التيار الكهربي، ده كلام سليم. الهارد ديسك يعتبر سكندري ميموري، ده كلام سليم. none of the above مليش علاقة بيها، فالمفروض ان الجملة اللي هي مش ترو اللي هي الفقرة A. رقم 8 بيقول لي one of the following sentences، واحدة من الجمل التالية صحيحة فيما يخص الراديو ويف سيجنال. الفقرة دي عايزة تركيز مننا كده شوية. هو بيقول لي ان الراديو ويف، موجات الراديو اللي التردد بتاعها بيكون منخفض، بتنتشر لمسافة او بترسل لمسافة صغيرة. طبعا علشان نجاوب الفقرة دي هنقول دلوقتي ان كان فيه قانون بيقول السي بتساوي لمدة في اف. سي اللي هي كانت سرعة الضوء، واللمدة اللي هو الطول الموجي او ممكن نقول المسافة اللي تنبعت فيها الاشارة، والاف اللي هو التردد. طيب احنا عايزين علاقة ما بين الفريكوانسي وبين المسافة، يبقى هنقول مثلا الاف بيساوي السي على لندا. ومن هنا نلاحظ ايه؟ ان كل من الطول الموجي والتردد في جهة، يعني ده في البسط مثلا وده في المقام، يعني العلاقة ما بين الاتنين علاقة عكسية. يعني لو زاد التردد يقل الطول الموجي او المسافة اللي تنبعت فيها الاشارة. حضراتكم عارفين الواي فاي مثلا بتبعت على تردد 2.4 جيجا هرتز، يعني ده تردد عالي جدا، لكن الواي فاي المسافة اللي بتنبعت عليها مسافة ايه؟ صغيرة. يبقى هنا المفروض الكلام الصحيح انه لما يكون التردد بتاعي صغير يبقى المسافة اللي هتنبعت اليها الاشارة تكون لونج. يبقى الجملة دي كده كده بالشكل ده صحيحة، لكن هي بكتابته في الأسئلة دي جملة غلط. الاثنين اللي بعدها بيقول لي كمان ان الراديو ويف التردد بتاعها ما يكون عالي هتنتشر لمسافات بعيدة. طب ما هي نفس القصة، احنا قلنا ان العلاقة ما بين الفريكوانسي وبين الطول الموجي علاقة عكسية، يبقى لو ده هاي يبقى المفروض ان ده يكون لو، يبقى الجملة دي كده برضو غلط. الجملة اللي بعدها بيقول لي ان الراديو ويف اللي التردد بتاعها بيكون عالي المفروض ان هي much reduced range، يعني معنى كده ان الرينج بتاعها او المسافة اللي بتنبعت ليها بيكون صغيرة. طيب كده ممتاز، لغاية هنا سليم، وبيتم امتصاصها بصورة اسرع من الفيزيكال اوبجكت، صح؟ احنا عارفين كل لما يزيد التردد يقل الطول الموجي، يعني المسافة اللي بتنبعت فيها الاشارة. وكمان عارفين ان كل لما يزيد التردد بيزيد معدل الاتنويشن او الضعف او الامتصاص للاشارة، بتتاكل بصورة سريعة. يبقى اذا الجملة الصحيحة هي جملة رقم سي. رقم 9 بيقول لي في التي سي بي اي بي موديل، فالمفروض ان السيجمنت بتستخدم لوصف جزء من البيانات في طبقة ايه. حضراتكم عارفين انه كان عندي بيتس ودي كانت موجودة في الفيزيكال لاير، وكان عندي فريم في الداتا لينك لاير، وكان عندي باكت او داتا جرام في الانترنت لاير، وطبقة الترانسبورت لاير اسم البيانات فيها هي السيجمنت. فالمفروض انه كلمة سيجمنت على طول توجهني انها ترانسبورت لاير. الابليكيشن لاير الداتا فيها ملهاش مسمى،
الانترنت لاير اسم الداتا فيها الباكت او الداتا جرام، النتورك انترفيس لاير ممكن نسميها فريم. رقم 10 بيقول لي الاوثنتيكيشن او عمليه التحقق من الهويه او الصحه، ده نوع من انواع المقاي او اللي هي الطرق اللي بتستخدم في حمايه النتوركس اللي هي النتورك سكيورتي ميجرز. طبعا دي تكنيكال ميجرز. الجزء اللي بعد كده هو الجزء المقالي. طبعا الجزء ده مكون من 5 أسئلة، كل سؤال عليه 8 درجات، وهو مديني هنا 7 أسئلة واحنا نختار منهم 5 فقط. اول سؤال هنبدأ بيه اللي هو بيقول لي what are the 4 requirements اللي المفروض ان الشركة محتاجاها على قاعدة البيانات الخاصة بيها. يعني انا عندي هنا شركة والشركة دي المفروض انها بتصمم قاعدة بيانات، ايه القواعد اللي لازم تراعيها الشركة دي؟ اول حاجة انه لازم يكون لدى قاعدة البيانات القدرة على تخزين بيانات مختلفة ومرتبطة بكل عنصر من عناصرها. يعني مثلا لو احنا عاملين قاعدة بيانات عن الموظفين، يبقى المفروض ان كل موظف هيتخزن عنه معلومات مختلفة، اسم الموظف، تاريخ ميلاده، الراتب بتاعه، وهكذا. يبقى اول حاجة الداتابيز اللي موجود عندي must be able to hold many items، لازم تسجل او تحتفظ بكمية او عدد كبير من البيانات عن كل عنصر من العناصر بتاعتها، وكل عنصر لازم uniquely identifiable، يعني لازم يكون معرف ومميز. احنا عارفين ان قاعدة البيانات بتكون مكونة من tables، وكل table بيكون record. الريكورد دوت مجموعة من البيانات عن حاجة معينة وفقط. الخاصية التانية ان الداتا اللي موجودة في الداتابيز سهل ان احنا نعمل لها عملية updating. كمان اليوزرز لازم يكون ليهم القدرة ان هم يستخرجوا البيانات المطلوبة من قاعدة البيانات بتنويعات مختلفة او بطرق مختلفة. يعني مثلا انا ممكن اعمل كويري لقاعدة البيانات واطلب منها انها تطلع لي اكبر راتب او اقل راتب او الناس اللي تاريخ ميلادهم اكبر من 20 سنة مثلا، او محصور ما بين سنة معينة واخرى. النقطة اللي بعدها بيقول لي اليوزرز اللي موجودين عندي لازم يكون ليهم اكسس رايت. يبقى اذا لابد من وجود صلاحيات معينة على قاعدة البيانات. يعني في يوزر ليه القدرة ان هو يقرأ بيانات من جدول معين، ولكن لا يمكنه التعديل في البيانات للجدول ده. مثلا انا عندي دلوقتي قسم الاتش ار، قسم الاتش ار يقدروا يشوفوا رواتب الموظفين لكن ما يقدروش يعدلوا فيها. مين اللي يقدر يعدل فيها؟ قسم المحاسبة هو اللي يقدر يعدل فيها. يبقى هنا بيقول لي اليوزرز اللي موجودين عندي هيكون لهم القدرة او الاكسس رايت ان هم يتعاملوا مع اجزاء معينة من التابلز ريكوردينج اكوردينج تو، تبعا للرول بتاعهم او وظيفتهم في الشركة. النقطة الاخيرة او رقم 5 بيقول لي انه لازم قاعدة البيانات تكون محمية من الوصول الغير مسموح به، سواء من محاولات التدمير المتعمدة او حتى الغير متعمدة. يعني مش اي واحد كده يقدر يلغي اي ريكورد كده في الداتابيز. انا مثلا زعلان مع واحد زميلي فجرايح الغي البيانات المالية الخاصة بيه من قاعدة البيانات، ما ينفعش الكلام ده. يبقى هنا بيقول لي الداتابيز must be kept secure، لازم تكون مؤمنة ومحمية من كل الاشخاص اللي ما عندهمش الصلاحيات. انت مش مسموح لك ان انت تخش على قاعدة البيانات، خلاص ما تقدرش تشوف اي حاجة. وكمان من الاشخاص اللي هم مش مهتمين او اللي عايزين يخربوا قاعدة البيانات باي صورة. رقم 2 بيقول لي يا ترى دلوقت هو ايه الديفرنس او الفرق ما بين الباكاب وما بين عملية الاركايفينج للداتا. الباكاب هي عبارة عن نسخة احتياطية مؤقتة من البيانات بغرض حمايتها او استخدامها في حالة الاعطال واستعادة النظام مثلا. يعني ايه؟
انا مثلا من بنزل برامج كتير وبلعب في الويندوز، بشيل وظيف واشيل وظيف. طيب افرض ان الويندوز اللي موجود عندي ممكن يضرب لاي سبب، فانا دايما باخد باك اب، باخد نسخه احتياطيه من الويندوز وبخليها على جنب. لو الويندوز اللي موجود عندي حصل له اي مشكله هرجع النسخه الاحتياطيه دي. يبقى اذا الباك اب هو عباره عن temporary copy، نسخه مؤقته من الداتا اللي موجوده عندي بغرض الداتا بروتكشن او الديزاستر ريكفري. ديزاستر يعني كوارث. طيب يا ترى الاركايف او الارشيف هو ايه؟ هو كلمه ارشيف معناها انها حاجه مستمره، يعني اي حاجه بتروح في الارشيف بتنحفظ لفترات زمنيه كبيره. يبقى اذا الاركايف هو عباره عن نسخه دائمه من البيانات بيتم استخدامها في عمليه اداره البيانات اللي موجوده عندي او عمليات التقاضي. يبقى اذا الاركايف هو عباره عن لونج تيرم او بيرمننت كوبي، يبقى نسخه دايمه من الداتا اللي موجوده عندي بيتم استخدامها في عمليه المانجمنت او الاي تي كوست كنترول. يبقى اللي احنا عايزين ناكد عليه انه كلمه باك اب يبقى تمبرري كوبي، كلمه اركايف يبقى المفروض انها بيرمننت كوبي. ممكن تجيلي اختياري